السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع ربط مدينة بجاية وميناء بجاية بطريق السيارة شرق غرب على مستوى ولاية البويرة. إذن واللي اليوم نستعرض بعض المعايير التقنية التي تم أخذها بعين الاعتبار في هذا المشروع، وكذلك بعض الجوانب نتاع المنشآت الفنية اللي يحتويها هذا الشطر نتاع طريق السيار اللي فيه حوالي 100 كيلومتر. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو التقني اللي تم إنتاجه من طرف ولاية بجاية. أترككم تتابعون والسلام عليكم. للشطر الرابط بين تقرية وثنايا المثن من مشروع منفذ الطريق الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب، وعلى طول 16 كيلومتر. هذا الشطر يحتوي على أكبر المنشآت الفنية ضمن هذا المشروع. جسر تقرية يمتد طوله 950 مترا وبارتفاع يزيد عن 35 مترا. تم إنجاز في هذا المقطع حواجز ضد الانزلاقات بمواصفات علمية وفنية فائق الجودة. بطول 1660 مترا أنجز النفق وفق المعايير الدولية ومجهز بجميع أنظمة الأمن والسلامة. أجهزة مراقبة متطورة مزودة بكاميرات مراقبة للرصد الأوتوماتيكي للحوادث، ونظام جد متطور للتهوية وذات فعالية كبيرة في امتصاص دخان الحرائق. Automatiquement, il y a un dispositif qui sera mis en place pour le cyclisme. الجهود الآن ستتواصل للانطلاق في إنجاز الشطر الأخير من هذا المشروع الحيوي، والذي يمتد من منطقة مرج وامان إلى ميناء بجاية.